من ضمن الأسئلة، هل ممكن المنتقبات يشتغلوا كول سنتر خاصة في كونستريكس؟ الحقيقة إنه شغل الكول سنتر بالنسبة لي الكول سنتر فيه بعض الإشكاليات. في بعض الأماكن خاصة لبعض التخصصات النادرة بيطلبوا كول سنتر منتقبات بيقبلهم. يعني واحدة مثلا ألماني، معرفش اللغة، بلجيكي، معرفش اللغة، لغات كده نادرة، فبيبقوا محتاجين أي حد. فحتى لو منتقبة ممكن إن يكون في فليكسابيلتي، ولكن هل ممكن يشترط عليك إنه يقولك مثلا تقلع النقاب أثناء الكول سنتر؟ لأنه طبيعي هيأثر، أنت لابسة النقاب فصوت الجودة مش، لا هدخل البتاع تحت في كتير جدا من الأماكن بترفض. أنا مش بتريق، أنا مش منتقد، أنا بقول لك الوضع عشان الناس ما تقعدش تعمل ديسلايك. وعدو النقاب الأول أنا، ولا عدو النقاب الأول ولا الحاجات اللي انتوا الناس بتقعد تكتبها لي وكأني عربيد، لكن بوضح لكم الصورة. فده اللي بيحصل. فيقول لك لا، هل مثلا هيبقى مطلوب منك ده؟ يقول لا، يقول لحضرتك هتقلع ده. فانت هتقولي ايه؟ لا يا فندم انا مش هقدر، فمع السلامة. ففي طب ايه لازمته؟ هتقولي ايه لازمته؟ لا قدام الناس يعني. في بعض الاماكن ممكن تقول لك طب انت خلاص هتشتغلي مثلا في غرفه مثلا معينه، لكن الرفاهيه دي مش بتكون موجوده، لان عاده الكول سنتر بيبقى ستيشنز وبتبقى مفتوحه، كل الناس بتبقى شغاله في نفس المكان. فكل الحاجات دي لازم احنا ناخذها في الاعتبار واحنا بنتكلم على العمل كمنتقبه. في ناس تقول لك انت هتشتغلي من البيت، فساعتها ممكن تشتغلي عادي كول سنتر بقى وبالنقاب، انت اوريدي في بيتك، فانت العابي على هذه المواضيع. لكن لو كول سنتر عربي الفات بيقدمه، هيقول لك انت منتقب؟ ما يقول لك مع احترامي لا، يعني لا ليه اعمل نفسي؟ انا عندي كتير جدا ممكن يقدموا ويشتغلوا. فمعلش يعني انا بحاول اوضح الصوره كامله، واسف على الاحباط، ولكن عشان تكون الدنيا بالنسبه لك واضحه على هذا الاساس. وارض الله واسع وارضى بقضاء الله لك تكن اسعد الناس. ربنا يوفقك ويكتب لك كل خير دايما وفي سعاده، وربنا يرزقك الرزق الوافير باذن الله.